السلام عليكم. اليوم جيت نهضر لكم في هذا الموضوع. هذا وباء كيما بحال كاع الاوبئه اللي ضربوا العالم، وكان ضرب المغرب وحصد فيه كل نهار كيقتل 600 واحد. وهذا الوباء كان خطير جدا، اللي معروف بوغليب. هاد بوغليب ظهر في المغرب في عام 1834، وكان المغرب كيعاني بزاف لدرجات انه كل نهار كتلقاه كيموتوا 500-600 واحد في النهار. ولكن بعد تطور كبير لهذا المرض، الحجاج هما اللي كانوا منقلين هذا المرض وهما يدخلوا به المغرب. واول مدينه استهدفها هذا المرض هي مدينه فاس، اللي كان كل نهار كيموت 60 واحد. نشرح لكم شنو هو بوغليب وعلاش سموه المغاربه بوغليب. بوغليب هو الكوليرا، والكوليرا كما كنعرفوا انها هي واحد لابكتيري اللي كتهبط ديريكتومون الامعاء وكتغلف المصران الصغير وكتخليه ما يديرش خدمته. داكشي علاش بنادم كيبدا عليه اثار الاسهال والتقيؤ. يعني في هذيك الوقت على سموه بوغليب، بان بنادم اللي كتشوفه كيتشدو مرض بوغليب كتولي ريحته كتقلب، يعني باللغه ديالنا هنايا ريحته كتقلب، يعني بكثره الاسهال بكثره التقيؤ بكثره ديك الريحه اللي كتنبعث منه كيبان لك انا هذاك الشخص كيقلب. وبعض المرات حتى كتشوف بنادم تيكون ما عليه ما به، واقف صحيح ملامحه هما هادوك، حتى تيبان لك التغير في الملامح ديالو، عينيه تحت عينيه كيزرقوا، تفارو كيزرقوا، كيصفر في وجهه، كيطيح كيمشي فيها. ما قدرش نحدد لكم اولا كيموت سير بلاص اولا كيبقى عايش عاد كيموت، ولكن كيطيح، يعني السيد كيغمي عليه ما تعرفوش ميت ولا حي. بعض المرات كتشوف ان الناس كيكونوا غادين حتى كيطيحوا، هذاك الشيء كيتنقل عبر الانف او عبر اللمس او لا عبر الشرب من الماء. ومني كان هذا الوباء كيضرب مكه والحجاز في 1932، في مكه كانوا الناس غير كيطوفوا كتلقى 12,000 شخص طاحوا في ديك الايام، وهذا كان العدد ديال نصف الناس اللي كانوا في الطواف ديك العام. وفي ديك الوقت كان المدينه اللي ما تضررتش بزاف هي مدينه طنجه، يعني هما اللي كان عندهم البور بينهم وبين اوروبا، كانوا تما كيجيو الكوار كيستقبلوهم كيعرفوا اشنو كاين واقع في المغرب، وكانوا كيعاودوا لهم ان الكوليرا دايره في المغرب. كما كنعرفوا ان اوروبا ديك الساعه كان ديجا داز عندهم هذا الوباء، كانوا كيعطيو نصائح ان الناس هما يديروا الحجر الصحي، يعني خاصة تسد مدن بنادم ما يدخلش لهنا وواحد ما يدخلش لهي، ويعني يخليو بنادم لي زيسباس ويخليو اتساع كما في هذا الوقت اللي كنطبقوا دابا. هو الحجر الصحي اللي كنطبقوا فيه دابا في هذا الوباء ديال كوفيد 19. المهم انا اللي بغيت نقول لكم هو ان هذا الوباء كان فتاك، وجا في واحد العصر اللي ما كان لا علم لا طب لا حتى شي حاجه، حتى وصلت لدرجه بكثره الناس اللي كيموتوا والناس اللي كيتعفنوا في ديك الوقت. المغاربه خافوا، وانهم كانوا كيهزوا حوايجهم وكانوا كيمشيو عند الناس في البور في طنجه وكانوا كيقول لهم حنا بغينا نكونوا عبد عندكم غير ديونا. ياس شوف فين وصلت في ذاك الوقت. وان في مرحله اللي دازا فيها بوغليب في المغرب هي بين 1854 و 1855، اللي كتشوف ان المغرب ما قدرش يتحكم في هذا الوباء، ولاو الناس كيموتوا بلا توقف، وكانت واحد الريحه اللي كانت في ارجاء البلاد. وحنا كنعيشوا هذا الوباء ديال كوفيد 19، ماشي هو هذا اول وباء وماشي هو هذا اخر وباء. داكشي علاش خاصنا نحافظوا على راسنا بالحجر الصحي اللي كانوا كيوصيو به الناس اللي قبل منا، هو الحد لهذا الوباء، الاختلاط السلام والنظافة. هاد ثلاث الحوايج يقدروا يفكونا من هاد الوباء، وأكثرية النظافة والاختلاط، يعني هاد جوج حوايج هما الأساسيين في هاد الحجر الصحي. وكما كتعرفوا هاد لاباكتيري ضعفات في 1855 ومشات وراحت برحمة الله، وما كان حتى شي مجهود من البشر، حتى ديك الوقت كان الإنسان ضعيف
بزاف علميا وطبيا. ونتمنوا من الله هذا الوباء اللي كنعيشو دابا انه يرفع الله لعنده ويرحمنا ويعني بعد عنا هذا الوباء بكاع المشاكل ديالو، حيت فريمون بدينا كنعياو انا نعرفو ونشوفو كل نهار الناس كيموتوا والناس كيتصابوا. داكشي علاش ما عليكم غير بالحجر الصحي، لزموا البيوت ديالكم، الغسل الايدين، تهلاو في راسكم، هذيك هي اهم حاجه. يعني حدنا باقين كنديروا ان الحجر الصحي في الوقت ديالو، في بضعه ايام ان شاء الله غادي تفرج، ونتمنى من الله ان من يوصل الوقت انه ما يبقاوش يتزادوا الحالات، نتمنى ما يتزادوش باش ننتهوا من هذا الكابوس هذا وندوزوا ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. المهم اللي بغيت نقول لكم هو لزموا بيوتكم وربي غادي يوقف معنا ومعكم، وان شاء الله المسهل يرفع ان شاء الله الوباء، والله يسهل عليكم وشكرا لكم بزاف.